انت متاكد يا فندم؟ هشام عشماوي؟ المخابرات الحربيه شغاله على الحادثه من يوم ما حصلت يا بنسي، وتاكدوا ان وليد بدر هو اللي كان موجود جوه العربيه المفخخه، والتحريات اثبتت ان وليد بدر كان مقيم عند هشام عشماوي في البيت الكام يوم اللي قبل الحادثه. طب ما يمكن افندم كان قاعد عنده بس ما قالوش هو ناوي على ايه. طب واختفاء هشام من ساعتها تفسره بايه؟ طب تعرف ان هشام عشماوي لما راح بيت حماته وعرف من البواب ان مراته بيتحقق معاها اختفى تاني؟ قول لي يا منسي، لو انت مكانه سليم تقدر تقول لي كنت عملت ايه؟ اكيد يا فندم كنت هقلب الدنيا. طيب اديك قلتها بنفسك اهو. ايوه يا فندم، بس يعني هو هشام ووليد عرفوا بعض ازاي؟ عماد عبد الحميد هو اللي عرفهم على بعض. واضح ان عماد كمان متورط معاهم، بس لسه التحريات ما اثبتتش الكلام ده. عماد كمان؟ قول لي يا منسي، انت خدمت مع الاثنين، تفتكر ايه اللي وصلهم لكده؟ والله يا فندم عماد من الاول كان متشدد دينيا وهو ده اللي خرجه امني، انما هشام ماله هشام يا منسي؟ هشام كان طبيعي جدا قبل ما يتعرف على عماد، كان ملتزم دينيا بس كان زي كل الضباط عادي جدا. فجاه لما اتعرف عليه ابتدى يمشي وراه كتير، وابتدى يقعد معاه، وابتدى يقعد لوحده كتير. بعدين لما اتنقلنا خلاص ما بقناش عارفين حاجه عن بعض. ورايك فيه ايه كظابط صاخه؟ ظابط شاطر يعني، بس مش اعظم حاجه. هو كان شاطر طبعا في الخرايط لدرجه ان هو كان بيدرسها لزمايله ويشرحها لهم ويساعدهم طول الوقت. الشطاره دي بقى اتحولت لسلاح في ظهرنا. هشام عشماوي خان الكليه اللي اتخرج منها، خان البدله اللي لبسها، خان السلاح اللي اتعلم فيه، خان الجيش اللي هو فرد من افراده، خان البلد بالقسم اللي هو اقسمه لها في يوم من الايام. لا حول الله. بس انت متاكد ان هو في شمال سيناء؟ احنا ما عندناش معلومه مؤكده، بس زي ما انت عارف جماعه بيت المقدس نشاطها الرئيسي هناك، واكيد هشام عشماوي طبعا بعد ما اتكشف ما عندوش مكان يستخبى فيه غير عندهم. بقى بالمره يدرب التكفيريين ويبعد عن التدقيق الامني اللي احنا عاملينه له. يا فندم لو هناك ما تقلقش، هنجيبه يعني هنجيبه، هيروح فين؟ لا خلي بالك، هشام عشماوي تكفيري مش عادي، ده كان ظابط، وظابط صاعقه كمان، وظابط شاطر زي ما انت قلت، يعني عارف ازاي يهرب ويستخبى ويضرب، وعارف كمان احنا هنعمل ايه وندور عليه ازاي. واكيد عارف سيادتك ان احنا بنعتبره عار على البلد دي، وعار على الكليه وعلى البدله وعلى السلاح اللي كان ماسكه، واكيد كمان عارف ان احنا مش هنهدى ونرتاح غير لما نجيبه. هشام عشماوي ابننا اللي ضل، واحنا اولى الناس بتربيته. مش هوصيك عليه يا منسي. هيحصل يا فندم، احنا بنشتغل شغلانه خطره، عادي جدا تودينا جهنم. خلي بالك ان ربنا قال ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يعني سوى الجنود بفرعون وهامان. يا عم هشام، يا عم هشام، اي شغلانه ممكن تودي صاحبها في 60 داهيه لو ما تقاش ربنا فيها. انت ما سمعتش فرعون كان بيقول ايه؟ كان بيقف للناس يقول لهم ربكم الاعلى، وبيخلي الجنود تقتل العيال الصغيرين. احنا بقى ناس غلابه على الله وشقيانين، وبنخدم البلد دي وبندافع على العيال الصغيره دي. بطل انت بس شغل المشايخ اللي انت بتسمعه للنهار انت وعماد. يا جدع ده احنا لسه خارجين من الصلاه، هتقول لي فرعون وهامان هم يعني بنوا جامع في وسط الكتيبه عشان الجنود تصلي فيه؟ صلي على النبي. ها صلي على النبي. في موضوع الجزم خلاص يا هشام، خلصته لك، كلمت القائد وكلمت الضابط بشكل ودي والموضوع تمام خلاص. شكرا يا فندم، كتر خيرك. انا عايز اعرف بقى انت ايه اللي انت عملته ده؟ بتعور زمايلك في التدريب، ايه الغل اللي جواك ده يا هشام؟ فندم احنا بنتدرب بقوه ودي واقعيه في التدريب. واقعيه دي يعني تتدرب كويس بس تخاف على زمايلك مش تعورهم. الغل اللي جواك ده طلعه على العدو مش على زمايلك. تمام. شكلك مش عاجبك الكلام. لا يا فندم كتر خيرك. ما طبعا كتر خيري. تعال تصور معانا يا منسي. تعال عشان نلحق صوره مع الرجاله. لا يا فندم ما بحبش اتصور. ليه ان شاء الله؟ ما تعرفش تضحك؟ يلا بيضا امر. ماشي يا فندم. تعدي قبلي كمان. اتفضل يا فندم.
لابد تفهم يا أخ هشام إن كل شيء زين شفته أو سمعته عن أحمد منسي زمان صار الحين عقبة في سبيل الطريق اللي اخترته لنفسك، طريق المجاهدين في سبيل الله والمدافعين عن دينه. أنت ما بتحبش المشايخ؟ ليه يا عم مش أحبهم؟ وأنت تلبس لي تهمة؟ بحبهم طبعاً، بس أنا مشايخ العلماء اللي بجد اللي بيفكروا في الحاجة ألف مرة قبل ما يقولوا حلال وحرام، مش بيقولوها كده زي صباح الخير. ما مش كل ما لبس جلابية ورب دقنه بقى شيخ ونقعد نسمع في كلامه. هو أنت دخلت الجيش ليه؟ دخلت الجيش يا سيدي عشان أروح أحارب في سينا وأموت شهيد. هو في حد بيحارب في سينا؟ هو أنت مش بتسألني؟ أنا سيدي بجاوبك، ولو على الحرب بتقوم في ثانية. تفتكر إنك لو مت في سينا هتبقى شهيد؟ أفتكر؟ أنا متأكد حضر الضابط وربنا شاهد على كلامي ده. أنت بقى اللي خليك فاكر الكلام ده كويس. أنا اسمي أحمد صابر منسي وهموت شهيد في سينا. بس يوم ما هموت بقى يبقى طاري في رقبة الصعقة كلهم وأقولهم أنت. لو ما جبتوش حقي يبقى كلكم مش رجالة.